بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه مع الأسف ستكون نتيجة كثير من علماء الضلال في الآخرة، فسيجدون عملهم الذي عملوه هباء منثورا، لأنه خال من الإخلاص. وسيجدون حقولهم جرداء وسنابلهم خاوية، قد نخرها سوس أفكارهم التي واجهوا بها الأنبياء والأوصياء. أعاذكم الله من سوء العاقبة. هؤلاء في هذه الآيات هم علماء الدين الضالين، ولا فمن يطلب رؤية الملائكة ويعترض على الأنبياء بطلب المعجزة القاهرة التي لا تبقي للإيمان بالغيب أي موقع، ومن يتقدم الناس في مواجهة الدعوات الدينية للأنبياء والأوصياء غير رجال الدين. لا يوجد عاقل يحترم عقله يعتقد أن من يواجه الدعوات الدينية الجديدة في المجتمعات شريحة أخرى غير رجال الدين الذين يصفهم الله بالقرآن بالملأ أو السادة، ويصنفهم المجتمع المضلل عادة بأنهم أهل الاختصاص أو الأقدر على التشخيص، وبالتالي يعتمد عليهم في معرفة أحقية أو بطلان الدعوة الدينية الجديدة في المجتمع التي جاء بها النبي أو الوصي. ومع الأسف فإن الناس تقبل حكمهم دون تدبر أو تفكر أو بحث أو حتى الالتفات إلى أن هؤلاء الملأ أو السادة أو فقهاء الضلال هم المتضرر الأكبر من دعوات الأنبياء والأوصياء الإصلاحية وثوراتهم الكبرى. فكيف يأمن الناس جانب علماء الدين ويجعلونهم هم الحكم على أحقية أو بطلان قضية مع أنهم أحد الخصمين فيها؟ وكيف يأمن الناس جانب هؤلاء مع أنهم يكررون دائما نفس الموقف من دعوات الأنبياء والأوصياء؟ قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وانطلق الملأ منهم: أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما بال الناس لا تلتفت ولا تنتبه، أو على الأقل
تتوجه للبحث بدل الاتباع والتقليد الأعمى لفقهاء الضلال، ما بالهم يقعون في نفس الخطأ ويكررون نفس النتيجة دائما. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فقهاء الضلال، أو كما يسميهم القرآن بالسادة أو الملأ، لا يكادون يغيرون حتى العبارات التي يواجهون بها الأنبياء والأوصياء. حتى قال تعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فما بال الناس لا يلتفتون ويتعظون بمن سبقهم، وينأون بأنفسهم عن هؤلاء وينجون أنفسهم من شباكهم. في هذه الآية يريد الله أن يلفت انتباه الناس إلى هذه الحقيقة، وهي أن أسلوب فقهاء الضلال في مواجهة دعوات الأنبياء والأوصياء واحد، فلا تتبعوهم وتقلدوهم كالعميان. تصفحوا سيرة الأمم التي سبقتكم، وكيف أضلهم العلماء غير العاملين وجعلوهم يحاربون الأنبياء والأوصياء وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. فقد سؤال واحد يكفي كمثال من سنة لا تكاد تتبدل أو تتحول لتذكير من لهم قلوب يفقهون بها، وهو: ما الفرق بين الذي قال لعلي عليه السلام: كم شعرة في لحيتي، وهو يطلب منه معجزة، وبين من قال لوصي ورسول الإمام المهدي: اقلب لحيتي إلى سوداء، وهو يطلب منه المعجزة؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عملهم أمسى هباء منثورا لأنه بلا إخلاص، فهم متكبرون مصابون بداء إبليس. وأما من أين عرفنا ونعرف اليوم وبوضوح أنهم مصابون بداء إبليس؟ فمن مطابقة المنهجين في نقد الأنبياء والأوصياء، نرى قول إبليس: أنا خير منه، ونرى قولهم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. نرى مطالبتهم على طول الخط بمعجزة قاهرة، تقهرهم على الإيمان وتفرض عليهم أفضلية المرسل، فلا يكون لهم خيار السجود له من عدمه كما كان للملائكة وإبليس. لاهية قلوبهم وأسر النجوى: الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ هم باختصار بطلبهم السفيه هذا يطلبون إلغاء الامتحان في دنيا الامتحان، وهذا هو غاية السفه وضعف الإدراك. هم هكذا فقهاء الضلال وعلماء السوء، دائما لا يقبلون أن يكون الأنبياء والأوصياء بشرا مثلهم، أخلصوا لله حتى تفضل عليهم وكلمهم وعصمهم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ورغم بيان الله الشافي في القرآن، نجدهم اليوم يضفون على الأنبياء والأوصياء السابقين صفات اللاهوت المطلق مثل عدم النسيان والسهو 100%، والتمكن من فعل كل شيء ومعرفة كل شيء، إلى غيرها من صفات اللاهوت المطلق سبحانه. وهذا لأنهم اليوم كأولئك بالأمس.
لا يقبلون الانقياد لبشر مثلهم، أصبح طاهرا ومقدسا بعمله وإخلاصه لله، ولهذا فهو صاحب فضل ويستحق أن يقدمه الله. هم يصورون من يدعون أنهم يؤمنون بهم من الماضين عليهم السلام أنهم ليسوا بشرا مثلهم، بل مميزون عنهم بصفايا وهبات ربانية ابتداء، دون أن يلتفتوا إلى أنهم بهذا القول السفيه يلغون فضل المعصوم ويتهمون الله في عدله. ولهذا فالحقيقة الجلية لكل عاقل أن هؤلاء اليوم لا يؤمنون بعلي عليه السلام ولا الحسين عليه السلام أبدا، بل هؤلاء السفهاء الذين يشترطون أن يأتي المعصوم بمعاجز تقهرهم ليؤمنوا به كانوا سينضمون لمعسكر الحسين عليه السلام في كربلاء، معسكر الحسين المكسور المهزوم المقتول المنكس الراية المنهوب الخيم المسبي النساء. والله لن أكون مجازفا إن قلت إن هؤلاء الجهلة الذين يعرفون المعصوم اليوم بأنه خارق للعادة في كل شيء كانوا سيكونون أول المبادرين لقتل الحسين، ليس طاعة ليزيد بل طاعة لأهوائهم وإرضاء لنفوسهم المتكبرة الحاسدة لأولياء الله التي تأبى الإقرار بتقصيرها فتدعي القصور أمام المعصوم لتلغي فضله وتلغي الإشارة الصادرة من وجود هذا الإنسان الطاهر المقدس بعمله إلى النجاسة والخبث في سريرة من سواه بقدر ما. وطبعا هذه الإشارة مؤلمة لمن يدعون أنهم نواب المعصوم أو يمثلونه، وليس لديهم وسيلة للخلاص إلا بأحد القولين، إما أن يجعلوه مثلهم تماما ويرتبوا له خطايا وأعمال سفيهة كأعمالهم، وهذا موجود في التوراة والبخاري ومسلم ويؤمن به اليهود وبعض السنة أو الوهابيون بالخصوص، أو أن يلجأوا إلى تمييزه ابتداء فتلغى المقارنة وتلغى الإشارة، وهذا ما فعله المسيحيون وبعض المتشيع. فالمسيحيون قالوا عن عيسى عليه السلام هو الله تعالى الله علوا كبيرا، وبعض المتشيعة يصفون المعصوم بصفات اللاهوت المطلق التي لا يمكن أن يوصف بها غيره سبحانه، فهم بحسب عقيدتهم بالمعصوم يحكمون على الحسين الحقيقي الذي قتل في كربلاء أنه مجرد مدع كاذب وحاشا صلوات الله عليه. ولهذا أقول إن هؤلاء هم أشقاء قتلة الحسين عليه السلام، وإن كانوا يدعون أنهم يبكون على الحسين والله هم كاذبون منافقون لا يبكون على الحسين بن علي الذي قتل في كربلاء وسبيت نساؤه وهتك حرمه، بل يبكون على حسين آخر لا نعرفه، حسين هو وليد أوهامهم ونفوسهم المريضة التي لا تقبل الإيمان بالحسين عليه السلام الإمام الحقيقي المنصب من الله الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. هؤلاء يبكون على حسين لا وجود له في أرض الواقع، حسين يضفون عليه صفات اللاهوت المطلق تعالى الله علوا كبيرا، لأنه لو كان موجودا في أرض الواقع لما تمرد عليه إبليس، إن حسينهم الذي يدعون البكاء عليه هو وهم في أفكارهم كآدم الذي في فكر إبليس تماما. فإبليس يقول هذا آدم الذي أمرت بالسجود له أنا مثله،